الأهلي يدخل كأس العالم للأندية كأكثر أندية العالم خوضا للمباريات في هذه البطولة برصيد 18 مباراة. الأهلي أكثر الأندية العربية والأفريقية حظا للميداليات في هذه البطولة، بيسعى وينظر إلى ميدالية جديدة تضاف إلى خزائنه المليئة بالبطولات والإنجازات. الأهلي بحالة معنوية رائعة وحالة فنية ممتازة، يسعى لظهور لافت في المغرب أفضل من ظهوره في نفس البلد في 2013. ننتظر الأهلي بشغف وحماس، ننتظره وهو يشرف الكرة المصرية والأفريقية كعب.